مساء الخير أعزائي الطلاب. طبعا احنا بنكمل ما تم من محاضرات في مادة مدخل العلاقات العامة. كنا اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن يعني مقدمة في التقويم، واتكلمنا عن أسس التقويم وأنه هو عبارة عن بحث، واللي هو بيضرب كافة الطرق، واللي هو بيهتم بالحالة والمستخدم على حد سواء، وهو في قصير الأجل وطويل الأجل، وهو عم بيها مقارنة، وإنه متعدد الأوجه. لابد هذا التقويم من أهداف، وفي مجال العلاقات العامة التقويم أهدافه تتركز في إمداد الإدارة العليا بالمعلومات الدقيقة الكاملة. معلومات عن إيه؟ عن ما قامت به الإدارة الخاصة بالعلاقات العامة من أنشطة لتحقيق الأهداف اللي هي في الخطة. الحاجة التانية التعرف على النتائج الكمية اللي حققتها الإدارة في المجالات المعنوية، زي ارتفاع نسبة التأييد أو الإقبال على المنشأة، وهذه الأشياء الخاصة بدعم الترابط مع المؤسسة. الحاجة الثالثة اللي ممكن تكون محتاجين نعرفها من التقويم كمعلومات، دلالات هذه النتائج الكمية اللي قلناها من شوية دي بتدل على إيه؟ لو قلنا مثلا إن 20% من الجمهور مثلا يحمل صورة إيجابية للمؤسسة، ما الدلالة لذلك؟ 20% كويسين ولا وحشين؟ يعني فصل هذا الكلام. ده ما يتعلق بأهداف التقويم، هو إمداد الإدارة بمعلومات كاملة ودقيقة عن هذه الأشياء. عملنا إيه من أنشطة؟ ده الأشياء وهي النتائج الكمية بدلالات هذه النتائج. بعد كده بنتكلم مع حضراتكم عن أساليب التقويم. والتقويم له 3 أساليب، قد يكون تقويم قبلي أو مرحلي جزئي في أثناء البرنامج، أو تقويم بعدي أو نهائي. لن أترك برنامج تكون حملة إعلامية مكلفة ملايين الجنيهات أتركها للصدفة، لابد أن يكون لك تقويم قبلي، يعني قبل ما الحملة تنتشر والإعلام يعني يتداولها، أشوف الأول هل هذه البرامج أو هذه المضامين تحقق ما أنشئت أو ما أنتجت من أجله، ولا يا ترى كل هذه الأشياء أو النفقات تذهب هباء نتيجة لأخطاء معينة في شكل المضمون. لذلك في عندنا عدة أشياء أو عدة حاجات في التقويم القبلي. تحقق من تعرض الجمهور للمضمون. احنا عارفين ان حضراتكم اللي في كتير من الجرائد لا تقرأ، برامج لا تسمع أو لا تشاهد، لذلك لابد ان احنا نختار عينة أو نختار برامج أو نختار قنوات بيشوفها الجمهور، ونتأكد من أن الجمهور سوف يشاهد هذه المضامين. وإحنا عارفين هنشوفها إزاي، لو كان البرنامج بيحتوي مضمون يعني يهتم به الجمهور زي ما قلنا في المحاضرة السابقة. الحاجة التانية يا شباب الخاصة بالتقويم اللي هو التقويم القبلي، الحاجة التانية الخاصة بتحققها في التقويم القبلي احنا بنعمله التحقق منها، وهو المضمون بيقوم بتوصيل الرسالة المرادة ولا يساء فهمها. وطبعا دي في مشكلة، في حد يسأله لي هل ممكن تساء فهم الرسالة؟ اه طبعا، في الولايات الأمريكية كان محتاجين يتعرفوا على تأثير بعض الرسوم الساخرة، وكانت دي موجهة لمحاربة التعصب. أكثر من ثلثي العينة أساءوا فهم الرسالة، فهموها بطريقة خاطئة.
الحاجة التانية في عندنا في مصر في تنظيم الأسرة في بني سويف، كانت في صورة معينة فيها فلاح لابس كويس ومعاه زوجته وطفلين واد وبنت ولابسين كويس ومعهم كتب، والناحية التانية صورة أسرة فلاح مريض زوجته مريضة متعبة هدومها وحشة وراه 9 أطفال. وفي الآخر لما سألوا أحد الفلاحات فهمت إيه، قالت للراجل اللي هو معاه طفلين ده صعبان علي أوي لأنه ما عندوش عزوة. فالمفهوم الخاطئ لمفهوم العزوة في الصعيد خلاها أدركت الرسالة الإعلامية بطريقة خاطئة. ممكن برضو الحاجات اللي احنا التقويم القبلي بيراعيها او عاوز يتخلص منها، احنا ممكن نخفف كلمات خاصة ببرنامج معين لا سيما في المواد المنشورة. احد الشركات كانت بتبقى عملت اعدت كتيب عن التوعية الصحية، وبعد اجراء الاختبار على عينة اضطرت الى تقليل كلمات هذا التقرير أو هذا الكتيب من 5000 كلمة إلى 3000 كلمة. ليه؟ لأن العينة بتقول الكلام كتير، لازم نخفض هذه الكلمات حتى يعني يدرك الجمهور ولا يمل من قراءة هذه الكتيبات. كنا بنتكلم مع حضراتكم عن التقويم القبلي، إحنا نتعرف على مدى صلاحية البرنامج قبل أن يذاع. في التقويم المرحلي أو الجزئي، وده بيكون في أثناء عرض البرامج، بتعرف على مواطن القصور في البرنامج أولا بأول، وده بيكون أثناء بيكون لو في حملات اجتماعية القائمين عليها بيسألوا الجماهير، ممكن نعمل استبيانات، ممكن نشاهد أو نلاحظ في أماكن تعرض الناس لمثل هذه المضامين زي على الهاوي أو في الشوارع. كل هذه الأشياء ممكن من خلالها نتعرف على مرحلة التقويم المرحلي أو الجزئي اللي بيواكب البرنامج، نتعرف على المشكلات اللي ممكن تواجه الجمهور أثناء المتابعة. في برنامج في تقويم بعدي أو نهائي، وده طبعا ده هو اللي كله بيعتمد عليه في المقام الأول، لأن هو بيكون في نهاية البرنامج بيتعرف على مدى تحقق أهداف الخطة من هذا البرنامج، سواء كانت أهداف قصيرة المدى أو أهداف بعيدة المدى. لو قلنا اللي فيه أخبار وبنتعرف من خلالها على المعرفة السياسية وبتنمي الوعي، فأنا بعمل مقياسين، مقياس المعرفة ومقياس الوعي، بحيث أتعرف على مدى نجاح هذه النشرات وهذه البرامج الإخبارية من تحقيق أهدافها لدى الجمهور أو الجماهير المستهدفة. برضو البرنامج مش أو يعني لن يحدد الآثار السلبية فقط، لكن برضو الإيجابيات، وده ممكن إحنا نستخدمها أو نتلافى السلبيات في البرامج التالية، وفي نفس الوقت نأكد على الإيجابيات في البرامج التالية. برضو التقويم بيزيد أهمية لما نخرج منه معلومات محددة عن حجم التأثير أو الخطة، يبقى بيكون عندنا أساس بيانات كمية محددة قبل بدء البرنامج، وبنعرف برضو كم التغيرات الحادث بعد انتهاء البرنامج. ده ما يتعلق بالتقويم وأساليب هذا التقويم. بعد كده طبعا اتكلمنا على أساليب التقويم، محتاجين نتعرف على المجالات الخاصة بالتقويم. عندنا 3 مجالات أو مجموعة مجالات يعني هما مهمين جدا في مجال التقويم. أول حاجة في التقويم حجم التعرض للبرنامج، ده أول مجال من خلاله بنقيم أو بنقوم البرنامج، هل هو في تعرض له ولا مفيش تعرض له. الحاجة التانية طريقة الاستجابة الجماهيرية اللي هو تفاعل الجمهور مع البرنامج، هل في تفاعل؟
يعني لما يكون في ماتش معين في الكورة بنلاقي الشوارع هيصة، لو في ماتش مفيش فيه إثارة أو ماتش ما يهمش المصاريف ممكن تلاقي الدنيا أقل شوية. هل البرنامج فيه تأثير زي كده؟ بنشعر باستجابة الجماهير. الحاجة التانية دراسة تأثير الاتصال، يعني هل الرسالة كان لها أثر؟ أثر بظهور يعني سلوكيات مغايرة اللي كانت موجودة، هل الشعب مثلا عنده سلوكيات جديدة استخدمها بعد التعرض للبرنامج أو الحملة الإعلامية، ولا مازال على نفس سلوكه القديم؟ الحاجة الرابعة أو المجال الرابع هو دراسة تأثير مكونات العملية الاتصالية. هل الوسيلة اللي ذكرت بها الرسالة والأساليب الإقناعية هل ساهمت في التأثير النهائي على صدى الجمهور؟ يعني هل كان مثلا الاتصال الشخصي أقوى من الاتصال الجماهيري؟ هل كان التلفزيون أقوى من الراديو؟ هل اجتماع كل هذه الوسائل كان لها تأثير أقوى؟ هي تأثير مكونات العملية الاتصالية. ده ما يتعلق ب زي ما قلنا لحضراتكم اللي هي مجالات عملية التقويم، قياس حجم التعرض، درجة الاستجابة، درجة التأثير، تأثير مكونات الاتصال أو العملية الاتصالية. في عندنا طبعا حاجة اسمها الرقابة، والرقابة ديت يعني شيء مكمل للتقويم، وده بيكون خاص بقياس اللي هي مهارات الخطة فيما يتعلق في العاملين. والرقابة طبعا لها عدة خطوات، نبدأها بإعداد معايير الأداء اللي هي عددناها في الأهداف، الأداء اللي هو اللي احنا محتاجينه من العاملين. طبعا المعايير فيها معايير إدارية، يعني أشياء خاصة بالإدارة كمهارته في التقارير، معرفته باللوائح، معرفته بتقييمات الأفراد أو الأداء الناس اللي حواليه. في معايير تقنية وهي خاصة بالعامل الفني اللي هو عامل الإنتاج والعمليات والمواد والآلات، يعني يكون أنا عندي معايير خاصة بالتقنية اللي هو جيد في شغلته، اللي هو مهندس مثلا عارف الأدوات والآلات اللي يشتغل بيها، بيعرف يشتغل كويس، زائد معايير إدارية اللي هو هل بيعرف يقود أو بيدير الناس اللي حواليه، عنده مهارات القيادة. الحاجة التانية بعد تحديد معايير الأداء هي متابعة الأداء الفعلي، ده بيكون طبعا بطريقة مستمرة، وده مقياس وقائي زي ما بيقولوا عليه، اللي هو بيكون دايما الناس بتشتغل لأن في رقابة. الحاجة التالتة اللي هو قياس الأداء، وده بيكون من وقت إلى آخر، وده بيكون للحاجة له لاتخاذ أي إجراءات أثناء تنفيذ الخطة، ثم تصحيح الانحرافات عن المعايير. لو في أي انحراف بنحاول نعدل في هذا الانحراف أولا بأول. في عندنا أدوات خاصة بالتقويم في مجال العلاقات العامة، هنبدأها بدراسة اهتمامات القراء، القراء اللي هم بيقروا جرايد أو كده، اهتماماتهم اللي هي بيهتموا بأنه أكتر الجريدة أو المجلة أو مطبوع المؤسسة أيا كان شكل الاهتمام. الحاجة التانية الانقرائية اللي هو كام واحد بيعرف يقرأ يعني بطريقة كويسة، أو كام واحد بيقرأ المطبوع اللي يوصل القراءة، هل هي تواكب كافة المؤسسات التعليمية ولا هي فيها مشكلة، لغتها بعيدة عن المستوى ولا قريبة، في بذاءة في اللغة. الحاجة التالتة بحوث المستمعين خاصة بالإذاعة والتلفزيون، وفي نوعين من البحوث، قياس حجم التعرض، والتاني بيقيس اتجاهات المستمعين نحو البرنامج.
وفي آخر حاجة الدراسات التجريبية اللي بتستخدم للتعرف على تأثير برنامج معين في نقل معلومات أو تغيير اتجاهات أو تكوين الرأي العام. لحد كده نكون أنهينا الفصل الرابع من فصول العلاقات العامة، وإن شاء الله كده نكون أنهينا محاضرة اليوم، وإن شاء الله بنفكركم بالتواصل معنا عبر جروب واتساب المدخل للعلاقات العامة. شكرا لكم.